السلام عليكم اصدقائي، كما كتشوفوا اجواء ممطره خاص الشو. اللهم بارك، شوفوا تبارك الله، نزول امطار غزيره اليوم شو. اللهم بارك، كما كتشوفوا امطار غزيره تبارك الله، عاصفه رعديه مجهده. اللهم بارك، وفي نفس الوقت الامطار غزيره بدات مع الوحده، حاليا شي ساعه ونص تقريبا كاين عاصفه رعديه مجهده. اللهم بارك، كما كتشوفوا امطار غزيره، شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله، النعمه ديال سيدي ربي. مع التسعود كانت الاجواء هادئه، الاجواء رائعه جدا، ومن بعد وصلت تقريبا الواحده ديال النهار بدات كتنزل الشتاء، وحاليا الشتاء راه باقي مستمره كما كتشوفوا. اللهم بارك، هذه شفشاون مدينه السرقه تبارك الله. شوفوا تبارك الله، اذا غادي نحاولوا نصوروا لكم بعض المناطق ان شاء الله. شاول اليوم الخميس 13 شهر 12، نتمنى بالنفع ونتمنى هذا الخير يحطي النفع خاص في هذه البلاد الرائعه جدا. شاول المغرب